أما هذا السؤال، هل إسماعيل ابن علية قال من قال ابن علية فقد اغتابني، مع أنه اشتهر بهذا اللقب؟ نعم، ذكر الذهبي في الميزان وابن حجر في تهذيب التهذيب، ونبه الإمام أحمد، نبه يحيى ابن معين إلى عدم قوله ابن علية لأنه كان يكره ذلك، كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه. وعلية هي أمه، وقيل هي أم أمه، ومال إلى الثاني ابن حجر رحمه الله. إذن إذا كتب اسمه أو ذكر يقال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم الكوفي الحافظ الفقيه الذي يكره أن يقال عنه ابن علية، وهذا أسلم، مع أن بعض المحدثين يذكره هكذا، لكن بما أن الرجل حرج في هذا فعلى المسلم أن يحتاط.